هلا اللي شفناه نحن كيف بدنا نتعامل مع المشاهد الخارجيه، اليوم بدنا نشوف هلا كيف نتعامل نحن مع المشاهد الداخليه. رح نفرض عنا غرفه بس رح اشتغلها باسلوب ثاني غير اللي اشتغلناه. هذا الاسلوب اللي رح نعتمده نحن بالتصميم الداخلي بشكل عام، عباره عن بوكس، هي عباره عن غرفه، رح نحوله لبولي، كونفرت تو بولي، واخذ هون عنصر الاليمنت اللي هو المستوى الخامس اللي عنا اياها بالبولي، نحدده مشعل الشادد نحدد الاليمنت ورح نعمل له هون فليب بخيارات الاليمنت. الفليب هي بتقلب الاسطح، بتصير معي الاسطح لجوا. هلا انا هاي الغرفه اذا اخذت لقطه من جوا دخلت لجواتها صار عندي غرفه كامله. واهم شيء عنا اياه اللي ما شفناه من قبل، انه انا اذا كان عندي بوكسات وحيط مفرغ، طبعا اضاءه الشمس رح يصير فيها لتدخل من خلال الحيطان اللي ما موجوده عندي، فكان عندي حل يا اما اغطيها ببوكسات يا اما طبعا بدنا نلجأ لهالاسلوب هذا. في عنا خيار حلو بالاوبجكت بروبرتيز خيارات الجسم، شيء اسمه باك فيس كل. هلا الباك فيس كل انه انا اذا عم طلع على سطح تمام ووشه لجوا ما يبين عندي مثل ما شايفين هون، يعني هون هلا انا عندي اسطح موجودين بس بما انا عم طلع من خلالهم فما رح يظهروا عندي، رح اعمل لهم اخفاء الماكس. انا هلا اذا عم طلع اللقطه من تحت رح يبين عندي شو هون السقف، عم طلع على اليسار بس الحيطان هدول مثل ما شايفين ما عم يظهروا عنا. هاي كمان بتوفر علي، يعني بتريحني كثير بالشغل، خصوصا اذا بدي اتعامل مع الغرفه من جواتها. رح ناخذ سطح من هون، فنحن رح ناخذ من هون جدار وليكن هذا مثلا، شايفينه اين المحدد، رح نعمل له انسيت هي دخلناه لجوا، ممكن نخففه بالسكيل، وبعدها رح نعمل له اكسترود ونحذف هذا السطح. صار عندي هون مثل ما شفنا شو عباره عن جدار بالكير. هذا اسلوب من اساليب الشغل ممكن نتعامل معه. رح اضيف فكره هون انه خلونا نضيف ويندو، طبعا نعرف نحن عندنا سلايدنج، اذا بدي اضيفها انا على مكان الجدار مباشره رح الغي الاوتو جريد. اهم شيء انه يكون شايف الزوايا بثلاثي، ومنفعل عنا هون شيء اسمه سناب. هلا حكينا سناب والاوتو جريد بيضربوا بعضهم فما بفعلهم سوا، كبس مع سحب من اول نقطة للثاني، اي حددنا العرض، حددنا العمق، وحددنا الارتفاع. انا ماني اخذ الغرفة بناء على قيم، هي كان غلطة يعني، رح نخفف هون الاطار هي الريل ويت ماشي، وعنا الهانج عشان يعطينا شباك نظام، نعطيه هون اوبن مثلا. فهون صار عندي شباك لغرفه، ما رح اعطي الغرفه كلها لون رمادي حيادي مشان تندرس معنا الاضاءه باريحيه. هلا هون اول شيء بدي اعالجه انا كاضاءه داخليه نهاريه، رح نضيف هون عنصر اضاءه الخارج اللي هو شو رح يكون عندي؟ اضاءه الشمس يعني، رح ناخده من التوب، هي زاويه الشمس عندي اياها هون، ارفعه على الزد تمام. طبعا زاويه الشمس كثير مهم بالاضاءه الداخليه. هلا انا اذا عندي اللقطه رح ناخذها هيك مثلا، اخذ هدول الجدارين، فهيك زاويه كثير مناسبه لانه رح تضرب معي الاضاءه تبين معي على الارض وعلى الحيط. بس بينما مثلا كثير سيء انا لو كنت اخذها بالعكس مثلا، طب يعني هيك شو رح يبين معي منها مثلا يعني. فبدنا ننتبه لزاويه دراسه زاويه الشمس مهم كثير بالمشاهد حسب اللقطه. حطينا التارجت دايركت، رح ناخذ هون فكرتين اضافيات. هلا اول شيء انا بدي اثبت هاي اللقطه، هاي اللقطه بدي اعتمدها، فهون بدي اثبت كاميرا. تثبيت كاميرا كثير بسيط بالماكس، مجرد ما انا اضيفها هون ظبطها تقريب وتبعيد، عنا هون تشويه كمان، عم اشتغل كله على البرسبكتيف، خلصت بكفي اكبس كنترول وسي، فحول لي اللقطه لشو عندي هون؟ للكاميرا. اذا انتقلت على المنظور بي، نقلت هون على البرسبكتيف، صارت الكاميرا عندي موجوده. بدي ارجع لحرف السي من الكاميرا،
صارت الكاميرا عندي اياها موجوده. طب انا واقف على الكاميرا وبدي اغير اعدادات الشمس، ما معقولي كل مره انتقل على البيرسبكتيف وارجع اختاره وحددها. فهون عملوا لي شيء اسمه سيلكشن سيت، اختيارات سريعه، فممكن اخذها اسميها صن. انا محدد هلا مين بس الدايركت لايت، عملت له انتر. فهلا وانا واقف على الكاميرا ممكن انتقل هون اختار الصن، اعطاني فورا شو خيارات الصن، تمام. بهالحالة هاي رح فعل الظلال طبعا هون ونعطيه رندر. شوف النتيجة، نتيجة كتير سيئة طبعا، فيها مشاكل كتير. اول مشكلة شو هي؟ الظلال مشكلتها عم تدخل من كل الجدران، ما عم تدخل بس من هون. السبب انه الضوء عم يشوف مثل ما انا واقف هون وعم طلع، فكأنه ما شايف فيه جدار. فلذلك هون رح ندخل لشيء اسمه شادو ماب بارامترز، منفعل شيء اسمه تو سايدد شادو. هلا القائمة هاي اللي شايفينها هون عنوانها شو؟ شادو ماب بارامترز، فهي تابعة لنوع الظل هون. رح نشوف هلا بعد شوي انواع الظل. انتقلنا على الكاميرا، عملنا رندر، شوف النتيجة اللي صارت معنا. هلا هيك النتيجة تمام، عنا هاي المشكلة هلا بنلاقي لها حل. هي بصراحة بتنحل بالتغيير نوع الظل. في عنا قيمة هون اسمها بيس، هاي عادة إذا صفرناها رح تخف شوي. بدنا نغير نوع الظل، هذا النوع الشادو ماب بسيط كتير مشان بيعتمد على السرعة. فرح ناخذ هون اللون، ممكن أنا أتحكم فيه ونرفع شدة الإضاءة شوي، نعطي رندر. طبعا بهمني هون بس افحص انا لون الضوء، لانه انتشار الضوء الداخلي ما رح يكون معي عن طريق التارجت دايركت. نرجع للرقم 8، بحط لون السماء كمان بيأثر على الاحساس بالضوء بالغرفة. فهيك النتيجة كتير بدائية. طبعا جوا ما مبين اي شيء. هلا هذا صح بالنسبة لاضاءة الشمس، بدي اوزع اضاءة جوا، شو بدنا نحط؟ بدنا نحط اومني. هلا كتير سيء انا اذا رحت على ستاندرد حطيت اومني هون على التوب، مثلا رح احط بريق شاي هي ستاندرد تيبوت عناصر بقلب الغرفه بس مشان ادرس الظلال العامي لإله، تمام. هلا حطيت اومني هون، ما في مشكلة، رح فعلها ظلالها ونعطيه رندر. طبعا شوف النتيجة مش سيئة، يعني خلينا نقول إضاءة شمس. السبب إنه الأومني مبينة عندي، حتى شوفها مسقطة هون ضاربة، الظلال كتير صريحة مبينة إنه في عندي ضوء. فأنا شو ممكن هون أعمل؟ خفف الظلال. أول شيء شو ممكن خفف الظلال؟ يا جماعة وينكم أنتوا اليوم؟ عنا شادو بارامترز. اول شيء ممكن خفف الدنسيتي هون كثافي، ما كثير رح نلجأ له. بس الطريقه الثانيه اللي جربتها من شوي شو هي؟ من ممكن خفف شده الاضاءه، بس بدي شدتها، يعني بدي الضوء العام يبقى ثابت. فشو بدنا نعمل وقتها يا جماعه؟ والله طبقتها من شوي. سامبل رينج، تمام. سامبل رينج رح تعطيني 3 للضوء، للظل عفوا، رح اعطيه 20. شوفوا الفرق بين قبل، كانت معي محطوطة عنا 4، عمل نسخة ورندر. شوفوا فرق الظل قبل شايفين وبعد، كل ما خففناه بيطلع معنا احلى. هلا الاساس اللي نحن رح نعمله حنرفع 25. واهم شيء عملته من شوي انه انا اعتمادي ما رح يكون على ضوء واحد، لانه ضوء واحد كثير رح يعطي احساس صريح بالاضاءه. فرح اعتمد على شبكه اضواء، وبعطيه للضوء يكون شدته كثير شو تكون خفيفه، فهون رح يعطيني انتشار للضوء، وبنفس الوقت ما رح يعطيني التاثير الصريح لإله. رح انشر شبكه هي انستانس، اهم شيء يكون نسخ انستانس. اذا انا نسخت كوبي رح يصير عندنا مشكله هون. في عندنا اضافه جديده، شفنا سيلكشن سيت، في عندنا هون شيء اسمه سيلكشن فلتر. فانا مثلا اذا بدي اتعامل مع الاضواء بقول له لايتس، صار هون ما عاد يحدد عندي غير شو؟ غير لايتس. هاي كمان بتريحنا بالشغل،
من رح ارجع فعل اللايت. هلا حددت هون، ما تخاف انه حددت شيء ثاني. رح اعطيه هون انستانس 2 مثلا، ورح رد اخذهم كلهم. انتبهوا هون رح احدد هاي، بوزعهم كمان على الارتفاع. فهلا انا هون وزعت شبكه كامله. اول شيء ما عاد يصير عندي تاثير صريح للضوء، ثاني شيء اعطانا انتشار عام حلو للضوء. بدنا ننتبه لشغلي، انا لما بدي اوزع ما بلزقهم بالحيط، لانه التوهج تبعهم شو رح يصير فيه؟ رح يضرب على الحيط ويبين انه هون عندي شيء. الشغله الثانيه مثلا اذا الضوء عندي اياه هيك ما بتم نشره لجوا مثلا، خلينا نقول 5 امتار، لانه بالاصل الضوء شو لازم يكون؟ رح يخف. فهي بدنا ننتبه لها. كمان حلو انه وزعهم توزيع عشوائي ما يكون منتظم، وركزهم محل الضوء. يعني مثلا هاي الزاوية عندي اياها ميتي، ما بروح بقوية والله بحط ضوء هون، لا بالعكس لازم بعيد عنها الاضواء، هيك بيطلع معي انتشار حلو للضوء. رح وزعهم توزيع عشوائي. الشغلة الثانية انا اذا بدي اتحكم فيهم سواء واقف على التوب او على الفرونت. انا هون شايف ضوء واحد بس انا بالواقع شقد، فحدد وبحرك اذا بحددهم كلهم. انا هون بس بدي اعملهم توزيع عشوائي بحيث ما يعطيني تاثير صريح للضوء. وحلو انه ناكد هون مثلا قربهم شوي على الضوء هاي. ممكن في بحطوهم على شكلهم مستقيم يعني ما غلط، بس هيك لما بوزعهم توزيع عشوائي بيبقى بيعطوني انتشار احلى للضوء. والاحلم هيك مثل ما قلتلكم نركز على مكان الشمس. طبعا قيمة 1.3 عندي هون صار خلينا نقول 3 × 3 × 2، فعندي عدد كبير ممكن نزلها ل 0.1 او 0.01 كمان ممكن حسب المشهد اللي بدي اياه. اعطيه هون اضاءة تاني، رح خلينا نشوفها مع ضوء الشمس علي، وبنعطيه هون رندر. شوفوا مجرد فرق الرندر وقت الرندر يعني رح يفرق معي كثير. يعني بربكم شوفوا هذا المشهد وكيف كان قبل. شايفين شد هون عندي المشهد واقعي؟ شايفين الظلال شلون طالعة معي ناعمة؟ لسه كان ممكن ناعمة أكثر من هيك. ممكن نخفف الدرجة أكثر شوي، 0.05 رندر. هلا ممكن نرجع نقوي، بس هو إجمالا أنا هون ماني منفعله نور. طيب اذا هيك معناتها كتير خفيف، نرجع نقوي مع الهاي. كان ارفع للاربعة وراح اقوي اللون اكتر. تمام. هون عنا الشباك صغير شوي، هلا رح نحكي عنه كيف بدنا ندخله من خلال بلور. ممكن هون زاويته على فكرة اذا ميلناها لتحت اكتر ينتشر اكثر معي بالمشهد، كمان بيعطينا لا يعني لما رح يضرب على الارض رح يعطينا انتشار اكثر للضوء. هي رندر. شايفين النتيجة هون؟ هيك احلى من قبل. كنا بدنا نحكي شغلة، موضوع انا هون اذا عندي بلور تمام؟ فعادة لحتى الضوء يخترقه بدنا نكون اخذين البلور اي نوع ضوء، نكون محددين البلور مثلا هاد كونفيرت بولي بعد الاكساء بنعملها مشان ما اخسر انا الايديات. وعلى العموم حتى هيك هلا بكون موزع ايديات هي اي دي 30 اي دي 1، حتى لو حولت انا ما راح اخسره. بس فكرة بالبلور انه لازم شو اعمل له ديد تاتش نفصله على الجسم، ويكون دائما حوله البلور يكون عندي جسم واحد. هلا هذا البلور هي عملت له الترو اكس، انا اذا كاسي بلور وشفاف الاضاءه ما رح تشوفها شفافه، هاي كمان بدنا ننتبه لها. في انواع منهم بيدرسوها بشفافيه وانواع لا، خصوصا اذا عملها ريتريس بالريفراكشن تمام، فهون الضوء ما رح يخترقه. لذلك اللي رح نعمله هلا خاصيه بقلب الاضاءه شيء بنسميه اكسكلود او استثناء للعنصر هذا. فهون انا ممكن اعمل له اكسكلود، اقول له الجلاس شايفينه هون على اليمين، هلا صار هذا العنصر كانه ما أنا موجود بالضوء ماشي. اذا عملنا هلا اوكي ننتقل على الكاميرا، شوفوا قبل، طبعا قبل كان داخل الضوء بس من وين؟ الخط هذا.
إذا عملنا هون رندر فشوفوا الفرق. هلا دخل من هدول حتى مع انه اكساء شو معنى كاسي اكساء شفاف. شوف الفرق بين هيك وهيك. طبعا هذا الصح. دراسة الإضاءة العامة بتتم بهالأسلوب هذا. هلا الفن فيها زاوية الضوء انه مثلا شايفين الفرق بين هون ضارب بس على الأرض وبين هون ضارب على الأرض وعلى الحيط، هيك رح يعطيني شغل أحلى. الألوان جو الإضاءة العامة مع جو اللون الشمس يكون حلو. اختيار الخلفية هون بيجي الفن بدراسة الإضاءة العامة الداخلية. هلا نحن هيك أخذنا مبادئ الإضاءة العامة الداخلية والإضاءة العامة الخارجية. بيبقى عنا الإضاءة الليلية إلى حكي كمان تاني رح نحكي عنه بعدين. بتمنى هدول تجربوهم لحالكم، رح نرجع نطبقهم نحن بالمشاريع، بس ديكم لحالكم تجربوا فيهم كيف نحط أمنيات كيف نحط سكاي لايت، لأنه بسيطات كتير والشغل فيهم حلو. يعني احنا اخذناها بعد الاكساء، الاكساء اصعب بكثير من الاضاءه بالمشاهد. في اي سؤال؟